الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه ومن والاه لكفال الله كفال 135 الحلقة رقم 153 حج أبي بكر رضي الله عنه أبي بكر الصديق أه كما مؤلف لبي لا إله إلا الله لناس لنا قرأته حجارته وحر بالدقمان بغيان داغما وبغيان انترجما ومسلت جبي اللي نستفيد منها لا حلقات لا ضروري تو لا مهيني فرق لا ترئيدا كما حلقات لحرفة 152 لحرب حرف الاسلام اسلام ولا ولا كستان كفعلت فنجيال الاسلام ولا مشركين كفعلت ولا مقصد منا حرب دي باسلام ميتو قتال قطار دي جبي قل دعوات قامتنا عدل كمسال علاتو دي بالله دي كمان دي بحج بذكر الشركيات قال بدعات قال اشياء جاهليات ولا على والنبي صلى الله عليه وسلم دي بالمدينه المنوره لصحابي الجليل يقولوا ان دواداء لفقره من الايام معينه يو ااا آه يتو لان دي بسنه ثمانيه عنات ل ل ل مكه وسنه تسعة يعني لحجة كان يقول لهم والنبي صلى الله عليه وسلم يفقرأ أبو بكر للادقاء وحاجات بدير لو الدول علو يبقى يا محج ميتة وكفوتو لتفاصيل الاشياء لأن نهاية لنا طعمنا من رب العالمين وبا إسلام اسلامنا المشركين العلو اللي بشر بشركم ولا حجي جوتو ولا مسلمين بس لا حجي جوتو ومن الا حال يعني مكه حق النبي صلى الله عليه وسلم فتحيا وإسلامه ووحي متاه بشركات لقبل على قلت حجيج الابوني قل الحج اوروتو ولا كل ايو قلت ودح ودي نمرة النبي صلى الله عليه وسلم هو ودي سلطة المسلمين هو قبأت دي اللي للتهجيت ولا بالتفاصيل قلنا رأيوته حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان العرب يزعمون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام ومن الشعائر التي كانوا يتمس متمسكين بها من هذا الدين حج بيت الله الحرام أو حج بيت الله الحرام فكانوا يقيمون الحج كل عام ويهتمون به ايام ايما اهتمام وكانوا قد ادخلوا فيه عددا من البدع والتغييرات فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه ثنا الثمانية وامر عليها عتاب بن اسيد قام عتاب بالحج فحج معه المسلمون والمشركون والمشركون كما كانوا يحجون في الجاهليه لم يغير منه شيء فلما كان العام القابل العام التاسع من الهجرية من الهجرة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج ليقيم بالناس المناسك فخرج في أواخر ذي القعدة سنة تسعة هجرية في آه، ثلاثمائة من أهل المدينة ومعه عشرون بدنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخمسة لنفسه ثم نزل أولئك آه عفوا عفواً. آه ثم آه نزلت أوائل سورة آه براءة بنبذ الأحد لجميع المشركين الذين لم يوفوا بعهودهم وأن يمهل هؤلاء ومن لا أحد له أربعة أشهر يسيحون خلالها في الأرض كيف ما يشاءون حتى يعلم أنهم غير معجزي الله غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين وأمر باهتمام العهود إلى مدتهم للمشركين الذين لم ينقضوها ولم يظاهروا على المسلمين ولم ولم يظاهروا على المسلمين أحدا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب طالب ليبلغها الناس يوم الحج الأكبر وقال لا يبلغ عني إلا رجل مني فلحق أبا بكر نان أو بالعرج كانت تسمية اسم كان فقال له أبو بكر أمير أو مأمور قال مأمور فكان يسلي وراء أبي بكر رضي الله عنه وأقام أبو بكر رضي الله عنه للناس حجهم فلما كان يوم النحر قام علي رضي الله عنه عند الجمرة فقرأ على الناس أوائل سورة براء وفيها ما سبق من نبذ العهود والإمهال والإتمام وبعث أبو بكر رضي الله عنه رجالا ينادون ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان إلا متبين النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثمانية هجرية أقبل أسك المدينة المنورة ودي مكة المكرمة صحابي إلو استخلفه وإلو أمير ودا وإلو وكلا عتب بن أسيد البهل ولا سنة إلا للمسلمين والمشركين كلهم كم نايب يبدير على وحججوا سنت لك على النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق يقول له أكا ولا مناسكنا يا حج ما رب العالمين أراد يا وكم ما أدلها النبي صلى الله عليه وسلم لحد يا دي إلا لقليدة وبكر بكر أواخر تفرد سنة تسعة هجرية ثلاث مئة نفر عندها باكو من المدينة المنورة تحركوا وعشرين من انسى على مسلونا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وحمسنا ين الى حلدنا هدين انتم ناس مع آه رضي الله عنه. حقها دي وقت الا النبي صلى الله عليه وسلم حقه يعني ابو بكر يقول له وجهه ابو بكر فقره قيس آه قريش طبعا قريش اهتمام على قولهم وبدع على قولهم كيات مره الحج ايام غيوب على والاهتمامات تونا ودول على والاسلام يعني قبليه طبعا. ابو بكر كمس فقره آه وقيسا حقه الا اوائل سوره التوبه لبداياتا لا انا حلالا صورة سورة براءة سورة التوبة لا احد لفنجيلا مشركين آه لا اوفوا ابو ولا احد لفنج النبي صلى الله عليه وسلم لا النبي لفنجيلهم يعني وفنجيلا النبي صلى الله عليه وسلم لعلى. دي أبو خلال لا على ديبو خلل لو وده ابو لا اوفا لا تعلم الا لا لا تناولتكم هما الا ايام اقول لها ابو مدة اربع ورح أه... قل أسلماء وقل أقبلاء أو بوفانا يوم قل أوفو ودي بوم صرح صرحة قل يقيسو لأن الله سبحانه وتعالى حتى يعجزوني ولك ولكفار مهما كان لك من ربي قل لك زيومتو و كمان لا أحد لنا يؤتمم لا يحرار أحدو قل أتمم والنبي صلى الله عليه وسلم قل أتمم وقلو وبعداوات لي ظاهرة وبعداوات لي وبعداوات لي قنطا و خلوع و نقد جلد ولنايا أحد جهم على إلو لا يحلفه إلو لايت لا يتألم أدمم أنه النبي صلى الله عليه وسلم مدة و مدة يعني الأربع وارح على كل تبين إلا هي يعني النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب الأكبا و بن أبي طالب يوم الحج الأكبر اللي هو يوم العاشر يعني عقود اقوم يعني من عرفه ما نفر من اللوم. كم اللوم باللوم بيليو أبو بكر رضي الله عنه إلا كان بضيدان لا أو بالعرج عريدي يبكين وأبو بكر هي النبي ليو أمير العكيكة ولا مأمور أن كمسألة بيلا لا أنا مأمور أنا بيلا وأسر أبو بكر رضي الله عنه للسلة على علي بن أبي طالب و أبو يعني أبو بكر أقول له محجم أسأل يوم ووجه يوم وحج دي بيوم الخطبتنا يا حي طبعا دي بعرفات اللي تقبي حقوها حقونا نحرو حقو حردو يوم النحر يوم العيد نفسه لعلي علي بن ابي طالب قانتا كاندا قانتا جمرات دي كان جمرات باعلى صوت نطلع كيوم الا سوره البراءة لقنطا لقرعه لا ولا العهود عهود ولا امهال كمان لمدة مهلتكم في يوم وكم هو لا احد ليات اتمام إلا أتنم لن اسال يوم وابو بكر رضي الله عنه دي بسبع دام اكا وبلا بي اليوم ولا سنه تمتي مشرك يحجج ويطوف واي انسان براق الكعبه المشرفه لا اللي يطوف الدبا الابون بي اليوم الا حج ابو بكر رضي الله عنه كم سألات حلقة الله وسك الحلقات تمتي لو وفود ولا دعات كفا دي بخير ودي بتحان ودي سلام صارح منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته